وينضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل الأمني والسياسي السيد زياد العرار. سيد العرار، مرحبا بك في رشتنا لهذا اليوم. وهنا، هل ستتمكن الحكومة من إخراج الفصائل المسلحة والحشد من المدن وبالتالي تسيطر قوات حكومية هنا عليها كالجيش أو الشرطة؟ أهلا وسهلا وشكرا جزيلا. بالتأكيد هذا الموضوع حساس، وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وافية وإلى إجراءات سريعة من الحكومة المركزية ومن قيادة العمليات المشتركة. ما حصل في هذا القضاء يتطلب أن يكون هناك تدخل سريع لفك الاشتباك. قوات الحشد الشعبي قوات ساهمت في الحفاظ على أمن وحياة المواطنين في الدجيل، والعشيرة التي الآن حصلت معها المشكلة الإشكال عشيرة خزرج، هذه العشيرة تعرضت لعدة مرات لمحاولات اختراق من قبل التنظيمات الإرهابية وآخرها تنظيم داعش، وكان لها دور كبير في مقاومة داعش ومنعها من دخول هذه الخاصرة المهمة لبغداد وللمنطقة الوسطى في العراق. وبالتالي يجب أن تكون الإجراءات الحكومية قوية. ما قامت به العمليات المشتركة لحد الآن مقبول إلى درجة كبيرة من تدخل القوات الجيش بشكل كبير وانتشارها وبدئها لعملية بحث عن المطلوبين، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق. وبالمناسبة هناك اتفاق فعلي بين الحشد الشعبي، قيادة الحشد الشعبي ومحافظة صلاح الدين وقيادة العمليات المشتركة على إعادة نشر قوات الحشد الشعبي في هذه المنطقة. لكن هنا ما الذي حصل بالضبط سيد العرار؟ يعني هناك معلومات تشير إلى أن ما يجري في الدجيل هو صراع بين العصائب من جهة وسرايا السلام للسيطرة على المنطقة. ما دقة هذه المعلومات هنا؟ لجنة تحقيقية مشكلة عسكرية وأمنية كبيرة ذات مستوى عالي أعلن عنها قائد العمليات السيد الزهيري. هذه اللجنة ستعطي التفاصيل بالتأكيد. هذا الحديث سمع في الأوساط العراقية هنا أنه بعض الفصائل حصل بينها اشتباك، لم تتأكد هذه المعلومات بشكل صحيح. ولكن المهم والذي يجب أن يدرس، لماذا لا تقوم المحافظات التي يتواجد فيها مقاتلو الحشد العشائري والحشد الشعبي بتقديم دراسات إلى الحكومة المركزية لإعادة نشر وإعادة وضع النقاط التي يتمركز فيها عناصر هذه القوات؟ هذه القوات ساهمت في عملية التحرير ومسك المدن. الآن احنا في مرحلة إعمار وفي مرحلة سياسية جديدة ومرحلة أمنية جديدة، يجب أن توضع خطط جديدة. لماذا لا نضع الحلول إلا بعد أن تقع المشكلة؟ على القيادة العمليات المشتركة وعلى السيد رئيس الوزراء. كم تنعكس برأيك هنا الأزمة السياسية على هذا المشهد، سيد العرار؟ كل ما يجري في العراق الآن من تدهور سواء كان أمني أو سياسي هو مرتبط بعملية الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة المقبلة. ولذلك قلنا من هذا المنبر ومن منابر أخرى، يجب أن يكون هناك فصل للملف السياسي عن الملف الأمني، وأن تكون القيادة بعيدة كل البعد عن التأثير السياسي، لأن هكذا أمور تحصل سواء كانت في الأنبار أو الديالة أو الموصل أو بغداد أو النجف أو الحلة. لابد أن يكون لها مردود سلبي على الواقع العام في العراق. إذن لابد أن تكون هناك خطط جديدة وتكون هناك هيكليات جديدة لإعادة نشر القوات، قوات الحشد الشعبي والقوات المساندة للقوات المسلحة. طيب، قائد عمليات مرة هنا مثل ما تفضلت أشار إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة الجنات وتقديمهم أيضا هنا إلى القضاء. هل ستعلن نتائج التحقيقات كما يطالب بها أبناء الضحايا؟ بالتأكيد هذا الملف بدم ودم عراقي وسقطوا بشهداء، أيا يكن الشهداء من أي طرف هم عراقيون، دماءهم غالية. يجب أن تتعامل الحكومة، على الحكومة أن تتعامل بجدية وأن تعلن نتائج التحقيق وتسمي الأمور بمسمياتها، سواء كان اللي مرتكب أو اللي سبب بالقتل تابع لفصيل من الحشد أو تابع لجهة معينة سياسية أمنية عشائرية. وإذا كان العدو هو من داعش أو مخلفات داعش، يجب أن يتم الانتباه إلى وجود خرق أمني ويجب أن نعيد النظر. وبالتالي التحقيق ونتائجه لابد أن تعرض أمام الرأي العام وأن تكون مقنعة لأهالي الدجيل أولا ومن ثم العراقيين بشكل عام، حتى لا تحصل هناك فجوة وشرخ كبير بين القوات الأمنية العراقية سواء كانت من الحشد أو من باقي المؤسسات الأمنية وبين الجمهور. ما قدم من ضحايا من دماء كثيرة من أجل تحقيق النصر يجب أن لا يذهب بالخلاف السياسي. كنت معنا مباشرة من بغداد المحلل الأمني والسياسي السيد زياد العرار، شكرا جزيلا لك.